الرحمن الرحيم. البيع شقة في منطقة يمرة، شقة داخل مجمع سكني مجمع سفير، الحين في الدور السابع، مساحتها 165 متر مربع. هذا مدخل الشقة، عندنا هنا المدخل، انترفون بالكاميرا، هذه البوابة الرئيسية للشقة. الآن في الدور السابع، على يسارنا الحمام الأول كرمكم الله اللي يخدم الصالون، على يميننا هنا الصالون، تقريبا مساحتها 35-36 متر مربع، واجهة أمامية جميلة جدا، إطلالة كاملة على الطبيعة وعلى البحر. هذه الإطلالة على البحر، وهنا عنده الإطلالة على الطبيعة. مساحة الشقة 165 متر مربع، طبعا العمارة فيها مصعدين. احنا الآن في الدور السابع، هذه البلكونة الأمامية، طبعا إطلالة كاملة على البحر. هذه إطلالتها ما شاء الله تبارك الله. طبعا مجمع مخدوم، في مسبح، سوبر ماركت، جلسات عائليه للاطفال، ملعب، جميع الخدمات متوفره. طبعا البلكونه هذه مشتركه بين الصاله والمطبخ والغرفه. نظام التدفئه فيها نظام تدفئه مركزيه. لنا هنا المطبخ، طبعا الشقه صفر، عمر البنايه سنه ونص تقريبا، الشقه صفر لم تستخدم بعد. هذا المطبخ ان شاء الله الدواليب جاهزه، ايضا لها مخرج نفس البلكونه اللي شفناها. هذه الاطلاله. عندنا هنا الغرفه الاولى، ايضا مطله اطلاله كامله على البحر. هذه الغرفه الثانيه، ايضا لها اطلاله على البحر. عندنا هنا البانيو الرئيسي، طبعا فيه جاكوزي أيضا. هذه الغرفة الثالثة، غرفة النوم الرئيسية. وفيها دورة مياه كرمكم الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.